الشيخ الكرم قصر مبنى فتح باب وضيفنا كذلها تخرب افعالها اللي ما تكنى الكرم نفسه ما تشكي من مللها عز يا شيخ على الطلب عنا عز يا شيخ على الطلب عنا طبغت بقعة تحمل واحتملها طبغت بقعة تحمل واحتملها يا عويضه كفو يا زبن المجنة تعتقال ارقاب بعد الله مهلها وانت اعترك الكفا جعل التهنى جيت ابارك لك بليلة ما مثلها نجيك اعلامي ولك وقفات لنا نجيك اعلامي ولك وقفات لنا جاتك ابيات ثقيلة من جزلها جاتك ابيات ثقيلة من جزلها انت قبولة لحقنا فيك ظن لا يشيل الكايدات الا جملها غني يا صوت الفخر وزهم مهنة خل صوتك يضرب القاعة الجمهور جاله ما تمنى بشر الجمهور جاله ما تمنى اجتمع صوتين يطرق مردنا اجتمع صوتين يطرق مردنا شاعر الله ما تذكره وغنى يطرب الجمهور والجزل بحلها لا سهم شرد القوافي يرجهن يقطع اللهن الدر الرب كفلها يهتم الموقف وقام يرزمن قرب الاقلام والسبحة نطلع قرب الاقلام والسبحة قام ينحت في صخر وحده وثنى من درم فيه السبق للي نقلها والمدح من حظي بصمة في وطنة ما يعد الا الصحيح ولا مدري هالليلة طق الهاجس وشنة مدري هالليلة طق الهاجس وشنة غارت الكفيان والعز وشملة غارت الكفيان والعز وشملة.